تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج، العديد من التفاصيل والتصاريح الصحفية اليوم تأتي من موسكو، نستعرض أبرزها معك إن كان من الخارجية أو من نائب الأمن القومي الأمريكي الروسي عفوا. روس، نعم كارولينا، كما اعتدنا هناك العديد من التصريحات التي تصدر عن مراكز القرار في روسيا. طبعا الجدير بالذكر بأن كان هناك تصريحات بدأت اليوم بنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، الذي قال أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف المستفيد الوحيد أو شبه الوحيد بالأحرى من حزمة العقوبات الجديدة التي فرضت على موسكو ومن تداعيات هذه العقوبات. أيضا ذكر بأن روسيا حاولت خلال السنوات الماضية أن تكون شريكا موثوقا به فيما يتعلق بالمجال التجاري والاقتصادي مع الدول الغربية ولا سيما مع الاتحاد الأوروبي، لكن هذه المحاولات والمساعي الروسية على ما يبدو لم تتكلل بالنجاح، حيث أدت إلى سوء الفهم والصدع الكبير الذي حدث على خلفية طبعا هواجس موسكو الأمنية وما تلاها من أعمال عسكرية روسية مستمرة في أوكرانيا. طبعا سيرجي فيرشينين أيضا نائب وزير الخارجية الروسي تاليا أيضا تحدث فيما يتعلق بإمكانية محادثات أو عقد محادثات في موسكو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الوضع في محطة زاباروجيا، لم يستبعد هذا الخيار خصوصا في ظل ما يتوارد من تقارير تنقل عما يجري ربما في الكواليس أو خلف الكواليس بين الجانب الروسي وممثلي الوكالة الدولية من محاولة للتوصل قبل نهاية هذا العام إلى اتفاق فيما يتعلق بإقامة منطقة آمنة حول هذه المحطة وفقا لشروط وسط طبعا يقبل بها ايضا الجانب الروسي. دميتري ميدفيديف كتب على صفحته في تيليجرام، وهو نائب رئيس مجلس الامن الروسي، منذ قليل منشورا تحدث فيه وبالتزامن طبعا مع غارات روسية جديدة على ما يبدو تستهدف مناطق أوكرانية كما تنقل مصادر أوكرانية في هذه الأثناء، كتب بأن الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي ولو أنها كانت لا تتحدث عن حالة مواجهة أو حرب مباشرة مع روسيا، إلا أن الجميع كما يقول ميدفيديف يدرك أن الأمر ليس كذلك ومخالف لذلك. أيضا ذكر بعض الأهداف التي تراها موسكو أولوية بالنسبة لها في إطار هذه العملية، ومن بينها مرافق البنية التحتية، الآليات العسكرية والقوات العسكرية الأوكرانية. شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلتنا أريج محمد.